العاجز عن الصوم نوعان، إما عاجز مؤقتا وإما عاجز مؤبدا. العاجز مؤبدا وهو الكبير في السن الذي قال له الطبيب لا تستطيع أن تصوم، أو هو يدري عن نفسه أنه لا يستطيع أن يصوم، فهذا لا يستطيع الآن ولن يستطيع بعد ذلك. وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه ويقول له الطبيب أنت لا تستطيع أن تصوم طول حياتك، فهذا يطعم، وإن شاء أطعم في أول رمضان، إن شاء أطعم كل يوم بيومه، وإن شاء أطعم بعد رمضان، كله جائز إن شاء الله تعالى كفارة، يطعمك عن كل يوم مسكينا. وأما العاجز مؤقتا الآن مريض الآن لا يستطيع، فهذا يقضي ولا يكفر، وإنما يقضي فقط. تقضي حتى لو تأخرت، حتى دخل البعض يتساهل، إذا كانت غير متساهلة وإنما كانت متعبة ثم حملت ثم أرضعت، الشاهد أنها لم تستطع أن تقضي حتى دخل عليه رمضان الثاني، فهذه لا شيء عليها إلا القضاء. وأما إذا كانت في مجالها تصوم لكن بعدين تكاسل كذا، فهذه أيضا تقضي، وذهب أكثر أهل العلم أنها تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء.